انت بابا ايش في؟ معلش عشان لا يتاخر على الباص وكذا يعني. طيب ايش تبغين يا بابا؟ ابغى مصروفي. مصروف الله يعين. طيب 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 مصروف. ها يا بابا خذي هذا مصروفك يلا توكل على الله. 500 ريال؟ يعني هذا حق 6 سنوات يا بنتي لين تتخرجي من الثانوي. ماشي يلا. طيب ابغى كمان فلوس عشان اشتري الدفاتر يا غالي. لا عاد الدفاتر يعني كل شيء للعلم. كل شيء للعلم خذي يا بنتي هذه فلوس دفاتر. حبيبي يا ابويا وفي حاجة تانية كمان. ايش باقي تبغي؟ مصاريف المدرسة. لا لا دقيقة دقيقة ابوي بس تعطي تعطي. ايش فيه؟ وانا حياتي كلها طاقيتي تكبر وجوعان. ايش ايش لك انت ايش لك صلاح؟ ايش دخلك بيني وبين ابويا اصلا؟ فلوسك ولا فلوس ابويا؟ وبعدين مو كل سنة وليها مصاريفة ايش دخلك انت؟ يا حبيبي يا ابوي عيب عليك تتكلمين مع اخوك الكبير زي كذا. يا اخي السنة اللي راحت دافعين مصاريف المدرسة كيف تاخذ منك السنة دي؟ ولدي اسكت لحد يسمعك دلخ انت كل سنة لها مصاريف. اسكت. خلاص ابشر يا حبيبة بابا هذه الفلوس حقت مصاريف المدرسة يا رب يا. وفي حاجة تانية كمان. ايش في؟ يعني ابغى فلوس عشان اجيب مريول جديد. ايش اللي مريول جديد؟ دوبنا شاري لك مريول السنة اللي راحت ما كمل 6 شهور يعني 180 يوم دراسي نشيل منهم اجازات عطل يعني 40 يوم دراسي مع غياباتك 32 مرة بالكثير داومتي فيه. يا ابوي انا كنت عارف ان انت حتحسب الحوسبة دي كلها بس اللي ما عملت حسابه انهم غيروا لون المريول. ايش؟ غيروا لون المريول. غيروا لون المريول. غيروا لون المريول يا ولد. اقبض يابا اقبض يابا. غيروا لون المريول. ليه يغيرونه؟ ايش لون المريول يا بنتي؟ بنكي. يرضيكي يا بنكي يخلوا لونه بنكي. لا حول ولا قوة. لا لا خلاص خلاص ابوي ما عليك. ايش؟ يشتغل الحين المخ. اسمعي بنت بنعطيك حساب المريول ولكن وقعك على تعهد ما يتغير اللون لنهاية الدراسة. أقسم بالله ما خلفت غيرك يا ديبان. نوقع التعهد. أسكى أخواني مدرسة أبويا هي. ولو مدرسة أبوك ما غيرت لون المريول. عارفة. خذي هذه فلوس المريول والتعهد يجيني بكرة. باقي تبغين شيء؟ يعني ولا أي شيء يا غالي ما قصرت بس باقي حاجة صغيرونة. إيش فيه؟ فلوس الأكتيفيتي. أي أكتيفيتي؟ أكتيفيتي يا أبوي. اختراع جديد لا جبنا. النشاطات النشاطات يا بابا. وانتو جننتو. 3-4 بقرة وتور. والله ما يحتاج يا بنتي أشوفك نشيطة ما شاء الله تنططين ما يحتاج أكتيفتي. لا لا ما أنشط من كذا ما أقدر. يعني جت على هذه أخرتني على الباص على الفاضي أديني فلوس التاكسي طيب عشان أروح بتاكسي. اسكت اسكت. إيش اسكت؟ واسكت أنت بعد. ولد أبوك تعطي تعطي. أبوك أهدى. معليش أبوي غبيت. ايش لك صلاح؟ ايش لك صلاح انت؟ اسمع ابوي اسمع. ايش فلوس مدرسه؟ ليش ليش مصاريف؟ ليه عتكاسي؟ انا اصلا كذا ولا كذا رايح لسوق الجمله. ايوه صح ولا لا؟ حلو. مو احنا دائما نشتي اعطوه مو صدق اعطوه كلام. ايوه تمام. فهذه انا وديها مدرسه مدرستها على خطي. والله ما خلفت غيرك يا ديبان انا اشهد. يلا ناخذ يلا.